ناس كتير بتسأل ان هم مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا بلايك، ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. هنا بقى نبدا بقى الايه يعني مع الصف. هتلاقي المسائل على فكره الكمبليت والتشيل سهله، مش فيها حاجه يعني صعبه. اول حاجه نعمل فاكتورايز ان اكس بيكون ايكوالز هنا 3 كومن فاكتور، هيتفضل لي اكس ماينس 5 اوفر اكس بلس 3 ملتبلاي. هنا برضو الكومن فاكتور هنا هيكون الفور، كانسل الفور يفضل لي الاكس بلس 12 4 بيديني 3 اوفر هنا 5 برضو واكس ماينس 25 بدل 5 بيديني 5. انا باخد الكومن فاكتور. واحد ممكن يسال انت بتعرف الحاجات دي ازاي؟ لا، لو انت ما تعرفش يبقى انت في عندك مشكله كده بقى في الاساسيات. لو انت بتسال السؤال ده يبقى انت مش عارف اصلا فاكتورايز ولا عارف يعني ايه كومن فاكتور، وده حوار كبير. طيب اقول له هنا ذا دومين هيكون ايكوال ذا ريل ديفرنس، ديت هتكون نيجاتيف 3 وهنا بتكون الايه ال 5. خلي بالك في المالتي بلاي بنجيب الايه اللي تحت بس الدنومينيتورز. بعد كده اقول له ان اكس بتكون ايكوالز، هنشيل دي مع دي هنشيل دي مع دي، خلاص 3 مالتي بلاي 4 هيكون 12، هيكون 12 ديفايد الايه ال 5، 12 ديفايد الايه ال 5. تمام. تعالى يعني نبدا ناخد ايه يعني المسائل اللي تكون شبه الثانيه نسيبك منها عشان ننجز. بس هنا برضو ان اكس بيكون ايكوالز، احنا قلنا قبل كده تو نمبر برودكت بتاعها بيكون 1 والسم بتاع لك بتو، ماشي ما اه في موجود هيكون اكس واكس هيكون 1 ملتبلاي 1 وهنا بلس وهنا بلس ماشي. هنا في كومن فاكتور بقى 2، لما اخد التو كومن فاكتور هيتفضل لي اكس ماينس ال 8 ديفايد 2 بيطلع لك ب 4 ملتبلاي، دي هتفضل زي ما هي. بعد كده اقول له بقى الدومين هتكون ريل ديفرنس اكس ماينس ال 4 ب 4 ودي بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1، يبقى ال ان اكس بقى في الحاله دي هتكون ايكوالز الايه؟ هنشيل دي مع دي ونشيل دي مع دي، هيفضل لي هنا اكس بلس ال 1 اوفر الايه؟ تمام تمام جدا. تعال ناخد ديت نمبر 4 برضو هنعمل فاكتورايزيشن، يبقى نعمل هنا براكت صغير وبراكت كبير اكس واكس باور 2 نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 لان النيجاتيف باي بوزيتيف، هنا 1 وهنا 1 ماشي. بعد كده عايزين نجيب الميدل، دي نيجاتيف هتكون هنا بوزيتيف 1 باي اكس باكس اوفر. لو جبت لحظه هتلاقي ديت بيقول لك تو نمبر برودكت بتاعهم بيكون 1 والسم بتاعنا زي اللي احنا حلينا من شويه، ده بيرفكت سكور اصلا 1 وهنا 1 وده هتكون نيجاتيف وده هتكون نيجاتيف ملتبلاي. هنا في كومن فاكتور بقى 2 هيفضل لي اكس ماينس 1 اوفر وديت زي ما هي مش هتعمل لها فاكتورايز. ليه؟ لما يجي يقول لك هنا تو نمبر برودكت بتاعها بيكون 1 والسم يطلع لك ب 1، ما فيش اصلا. يبقى الدومين هنا هيكون ايكوال ذا ريل ديفرنس الايه؟ نيجاتيف 1 تبقى 1، نيجاتيف 1 برضه تبقى 1 بس كده خلاص. طب لما اجي اقول انا عايز الان اكس هتكون ايكوال ذا دي تروح مع دي ودي برضه دي تروح مع دي هيتفضل لي ودي برضه الاكس ماينس 1 مع الاكس ماينس 1 هيبقى اتفضل لي هنا مين؟ التو قاعدة لوحدها بس كده. في مشكلة؟ مفيش مشكلة خالص. مفيش مشكلة نهائيا. يعني. طب نشوف كده. بيقول لك هنا أنا عايزك تطلع لي الدومين والإن إكس وفايند الإن تو إف إتس بوسيبل. حاضر. نعمل برضه فاكتورايز. هناخد الفايف كومين فاكتور هيبقى الريميندر عندي هنا إكس وال1 أوفر. هنا x بلس 6 ملتبلاي تو نمبر برودكت بتاعهم بيكون 18 والديفرنس بيطلع لك ب 3
في موجود ولا مش موجود؟ والديفرنس يطلع لي ب 3. اه موجود، تمام. نعمل هنا 2 براكت، وهنا اكس وهنا اكس، هنا 3 وهنا 6. ال 6 ده ياخد السين بتاعت الميدل اللي هو البوزيتيف، بوزيتيف بالنيجاتيف يطلع لي هنا نيجاتيف. ديت نفس الكلام اهيت، هيكون هنا اكس وهنا اكس، تو نمبر هيكون 1 ملتبلاي 3. ال 3 ده ياخد السين بتاعت الميدل اللي هو النيجاتيف، نيجاتيف باي نيجاتيف هيطلع لك هنا بكام؟ هيطلع لك هنا بوزيتيف. يبقى انا اقول له ان الدومين ريال ديفرنس ديت هتطلع لك بنيجاتيف 6، وده هتطلع لك بنيجاتيف 1، وده هتطلع لي ب 3. طيب لان اكس بقى بتكون ايكوالز لايه؟ هنشيل دي مع دي، ونشيل دي مع دي، ونشيل دي مع دي، هيفضل لك الايه؟ ال 5. طب هنا بيقول انا عايز بقى فايند ان 2 اف اتس بوسيبل. ال 2 ينفع؟ اه ينفع، ما فيش مشكله خالص، هنشيل اكس ونحط مكانها 2 عادي. بس هنا في اصلا اكس؟ لا. يبقى انا اقول له كده ال ان 2 هتكون ايكوالز ال 5. ليه؟ ما دي كونستنت بقى خلاص، عامله زي الكونستنت فانكشن كده. ما فيش فيها حاجه، ما فيش اكس، ما فيش اكس، يبقى تتساب زي ما هي كده، هتتساب زي ما هي. تمام تمام كده تمام. خلي بالنا بقى عشان المساله دي طويله شويه. اول حاجه اقول له هنا ان اكس هيكون اكس، يعمل ده كده، هناخد التو كومن فاكتور. هيبقى الريميندر عندي هنا لما تاخد التو كومن فاكتور هيبقى تفضل لي اكس باور 3 ماينس ال 8. يعني اخدت هنا التو كومن فاكتور، اخدته من هنا تفضل لي اكس باور 3 ماينس 16 فاليو 8 بيديني 2 على طول. لو انت عايز تعملها في ستيب كمان مفيش مشكله، بس عشان ننجز هنعمل براكت صغير وبراكت كبير. الاكس باور 3 هنا اكس وهنا اكس باور 2، هنا نيجاتيف وهنا في الاخر هنا بوزيتيف. ال 8 هنا 2 4، عايز الميدل، هنا نيجاتيف هنا هتكون بوزيتيف، و2 باي اكس ب 2 اكس. طب ديت اهيت مش اي مشكله خالص، هنا اكس وهنا اكس، 2 ملتبلاي 5، وهنا هيكون نيجاتيف وهنا هيكون نيجاتيف. طيب ديت دي تعالى نعملها على الكالكليتر عشان بس ايه ننجز برضه. هنعمل المود بتاعها هتبقى مود و5 و3 على طول. مود و5 و3. وبتبدا تكتب بقى الايه الكوفيشنت، ليه عندك هنا 3 وبعد كده نيجاتيف 10 وبعد كده نيجاتيف 25؟ يبقى 3 واضغط ايكوال نيجاتيف 10، نيجاتيف 10 ايكوال نيجاتيف 25. قال لك الاكس الاولى ببوزيتيف 5، انت هتاخدها بنيجاتيف 5. يعني هنا تو براكت كده، يبقى الاكس ماينس ال 5. كمان اكس، قال لك الاكس الثانيه بنيجاتيف 5 اوفر 3، احنا هنخليها بوزيتيف. يبقى الاكس بوزيتيف 5 اوفر 3 تتحط قدام الاكس هنا. طيب بعد كده ديت مفيش اي مشكله خالص، نعمل هنا 2 براكت اكس باور 2 هيكون هنا اكس وهنا اكس، 2 نمبر برودكت بتاعهم بيكون 4 والسم بتطلع لك ب 2، هيكون 2 ملتبلاي 2 هنا بوزيتيف وهنا برضه هيكون ايه بوزيتيف. وبعد كده هنجيب الدومين، بعد كده نجيب الايه الدومين، اقول هنا الدومين هقول ريل ديفرنس دي نيجاتيف 2 هتكون 2، نيجاتيف 5 هتكون 5، بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2، ودي زيها برضه خلاص. هتقول طب ما هي سهله، ما هي سهله عشان احنا عملناها بالكالكليتر. لو هتعملها على ايدك على فكره هتعمل فيك خطوتين زياده كمان او خطوه، بس كده صح برضه، مش معنى كده غلط، لا كده صح برضه. طيب عشان بقى نعمل سمبليفاي ممكن احنا هنشيل دي مع دي، ونشيل اكس ماينس 5 مع دي خلاص، ونشيل ايه كمان يا بلبوشي، ما فيش خلاص كده اللي اتبقى هيبقى 2 والاكسبريشن دي ودي تايمز دي خلاص كده. على فكره دي غلط، دي غلط، دي ما ينفعش ان تعملها فاكتورايز، دي ما ينفعش تعملها فاكتورايز. ازاي 2 نمبر برودكت بتاعهم بيكون 4 والسم بيطلع لك ب 2؟ هنكنسل دي مع دي، معلش بقى هيبقى اتفضل لي كام في الاخر؟ اتفضل لي 2، هيفضل لي كام؟ ويبقى الريميندر عندي هيكون 2. تمام. ندخل على الديفيجن هنا بقى نفس الكلام برضو، يعني هقول له برضو
ان اكس بيكون ايكوالز هناخد هنا 3 كومن فاكتور، يبقى الريميندر عندي اكس ماينس 5 اوفر اكس بلس 3 ديفايد هنا برضه 5 كومن فاكتور، يبقى الريميندر عندي اكس ماينس 5 اوفر هنا برضه 4 برضه كومن فاكتور، يبقى الريميندر عندي اكس بلس 3 لان 12 ديفايد 4 بيديني 3. لحد كده تمام تمام. طب انا عايز بقى اخليها بالمالتبلاي، انا عايز اخليها بالمالتبلاي، خلي بالك دي ديفيجن، عايز تجيب الدومين او الدومين ريل ديفرنس سيت اوف زيروز الدينومينيتور بوزيتيف 3 تبقى نيجاتيف 3، بوزيتيف 3 برضه نيجاتيف 3، وتجيب اللي فوق كمان نيجاتيف 5 هتكون بوزيتيف 5، ده كده سيت اوف زيروز. طب لما اجي بقى اعمل بقى الايه السمبليفاي اللي في الاول ده يتكتب زي ما هو، دي ديفايد هتبقى ملتبلاي ونشقلب دول 4 اكس بلس 3 اوفر 5 اكس ماينس 5 هتكون ايكوالز، دي تروح مع تي، وعندي كمان تقريبا غلطنا في حاجه، دي ماينس ودي ماينس بلس، هنا بلس صح كده، دي تروح مع دي، هيبقى عندي هنا 3 ملتبلاي 4 هيطلع لي ب 12 ديفايد 5. برضو اللي بعديها ان اكس بيكون ايكوالز اكس ماينس 1 اوفر ديت دي ديفرنس بتوين تو سكويرز اللي هي اكس ماينس 1 واكس بلس 1 ديفايد، هناخد الاكس هنا كومن فاكتور هيفضل لي اكس ماينس 5 اوفر ديت، هنعمل هنا تو براكت هيكون اكس وهنا اكس، تو نمبر برودكت بتاعها بيكون 5 والديفرنس بيكون 4، 1 ملتبلاي 5 ال 5 تاخد السام بتاعت الميدل، نيجاتيف باي نيجاتيف هيطلع لك هنا بكام بوزيتيف. وبعد كده هقول له بقى الدومين هيكون ريل ديفرنس نيجاتيف 1 تبقى 1 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1 خلاص كتبناها، نيجاتيف 5 هتكون بوزيتيف 5. يبقى الان اكس بقى اكتبها كده اكس ماينس ال 1 اوفر اكس ماينس ال 1 واكس بلس ال 1 الديفيجن دي تبقى ملتبلاي ودي تنزل تحت كده اكس واكس ماينس ال 5 وفوق اكس بلس ال 1 مع اكس ماينس ال 5. بعد كده هنشيل دي مع دي، وبعد كده نشيل دي مع دي، ودي برضو دي مع دي، فوق واحد وفوق وتحت، هيبقى الريميندر عندي هنا هيكون 1 وفي اكس تحت اهيت هيكون 1 اوفر الاكس. المسائل مش هتختلف خالص عن المالتبلاي، هي بس نفس الفاكتورايزيشن ونفس كل حاجه. تعال بقى نبدا ندخل على نمبر 5 دي، انا عايز الان باور نيجاتيف 1 الاكس اند ايدنتيفاي ذا دومين وطلع لي كمان الدومين. حاضر، فهنعمل ايه؟ اول حاجه نعمل فاكتورايز، يبقى الان اكس بتكون ايكوالز هناخد الاكس دي كومن فاكتور، يبقى الريميندر عندي اكس ماينس 2 اوفر ماشي لحد كده تمام تمام، ودي هتسيب زي ما هي اكس ماينس 2. طب هنعمل فاكتورايز لدي، عيب عليك عيب عليك، اكس باور 2 بلس 2 مش هينفع نعملها فاكتورايز عشان ده في هنا ده سم بتوين تو سكويرز ما بتعملوش فاكتورايز. طب انا عايز اطلع الدومين، الدومين بتاع ايه؟ ان باور نيجاتيف 1 ان باور نيجاتيف 1 مفيش مشكله خلاص حاضر، قالوا هنا زي دومين ريل ديفرنس، ريل ديفرنس الايه اللي فوق واللي تحت، على فكره ركز في الكلام ركز في الكلام، دلوقتي احنا علشان نجيب الدومين ان باور نيجاتيف 1 هنجيب ايه؟ اللي فوق واللي تحت تمام، اللي هو هيكون هنا ليه ال2 ويكون الزيرو، بس لازم تحدد له يعني اقول له كده زي دومين اوف ان نيجاتيف 1 ريل ديفرنس ال2 والزيرو. ماشي، واقول له ان باور نيجاتيف 1 الاكس ديت نعمل بقى سمبليفاي، دي تتكنسل مع دي
هيتفضل لي x over x باور 2 بلس 2. خلي بالك احنا نسينا ان احنا نشقلب كمان. فهنجيب الريسبروكال الاول. هنجيب الريسبروكال الاول. ازاي؟ هنشقلب الاول يبقى x ماينس 2 x باور 2 بلس 2 over ودي تحت x x ماينس 2. هتكون equals هنشيل دي مع دي هيبقى x باور 2 بلس 2 over الايه؟ الـ x. طيب جه قال لك بعد كده n باور ايه؟ n باور نيجاتيف x n باور نيجاتيف 1 x سواء بال 3. وات از ذا فاليو اوف الاكس؟ حاضر. يعني دهيت هسواء بال 3. يبقى انا اقول له x باور 2 بلس 2 over الـ x واقول له ايكوالز 3 وال 3 ده اصلا over 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن 1 تايمز x باور 2 بلس 2 و 3 باي x هتكون 3 x. هندخل دي جوه بالماينس عشان نعملها فاكتوريزيشن. ما هتتحل ازاي؟ يبقى x باور 2 ماينس 3 x بلس 2 ايكوالز 0. نعمل ايه؟ فاكتورايز هيكون x و x هيبقى 1 و 2. وبعد كده التو ديت هتكون هنا بالنيجاتيف، نيجاتيف باي بوزيتيف تطلع لك هنا بكام؟ بالنيجاتيف. هيبقى عند الاكس ماينس ال1 دي هساويها بالزيرو، واكس ماينس ال2 دي برضه هساويها بالزيرو. هنودي دي هناك فالاكس ايكوالز ال1، ونودي دي هناك فالاكس بتكون ايكوالز 2. خلي بالك بقى نرجع كده للدومين، هنلاقي ان ال2 من ضمن المحذوف. فعشان كده ديت هكتب له جنبها ايه؟ ريفيوزد. يبقى زين الاكس هتكون ايكوالز الايه؟ ال1. طيب انا عايز ال n برضو باور نيجاتيف 1 x in the simplest form showing the domain. نفس الفكره برضو. اول حاجه هنا اقول له هنا ال n x بيكون equals في x هنا common factor هيتفضل لي x باور 2 بلس 3 x بلس 2 over x برضو common factor هيتفضل لي x باور 2 فاليو x بتديني x بلس 2. تمام. طب لما اجي بقى اطلع الدومين اقول له ذا دومين اوف n باور نيجاتيف 1 اقول له ريل ديفرنس اللي فوق واللي تحت. احنا لسه ما خلصناش دي كمان. دي اتعمل لها فاكتورايز. الاكس دي وديت هنعمل تو براكت x باور 2 هنا x وهنا x. 2 نعمل برودكت بتاعها بيكون 2 والسم يطلع لك ب 3 1 ملتبلاي 2. هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. وديت هتفضل زي ما هي. يبقى الريل ديفرنس هنا هيكون ايه بقى؟ اللي فوق واللي تحت. بص هنا اكس هتطلع ب 0. بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف 1. بوزيتيف 2 تبقى نيجاتيف 2. واللي تحت دول برضو زي ما هو. تمام كده؟ تمام جدا. بعد كده اقول له هنا n باور نيجاتيف 1 x. نقلب الاول. دو فوق x و x بلس 2 اوفر ودول تحت x بلس 1 x بلس 2. بعد كده هنعمل ايه؟ هنشيل دي مع دي ونشيل دي مع دي هيفضل لي 1 اوفر x بلس 1. ماشي. طب بعد كده بيقول لك هنا انا عايز هنا دومين. طلعنا الدومين فايند ان باور نيجاتيف 1 ايكوالز نيجاتيف 2. النيجاتيف 2 ده برضو بص من ضمن الايه؟ المحذور. اقول هنا ان نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 از undefined. بي بيكوز negative 2 not belong to the domain of n power negative 1 of n power negative 1. السؤال برضو اللي بعديه x find n power negative 1 x in the simplest form showing the domain of negative n power negative 1. طب في الاول في مشكله مساله دي بلس تمام والاكس دي تعتبر بيزيكلي اوفر 1 تمام
يبقى الاول اظبط المساله ازاي. عارف انت لما يجي يقول لك زي مساله الدرس اللي فات 3 اوفر 2 بلس 1 اوفر 4، كنا بنعمل دول كروس وبعد كده بنعمل تايمز للدينومينيتور. ده بالظبط اللي احنا هنعمله، ده بالظبط اللي احنا هنعمله. وكان برضو كان في طريقه كنت قلتها لكم برضو في الدرس اللي قبليه، تعالى نكتب المساله بس كده هقول لك اهو. اكس اوفر 1 اهي، اكس اوفر اكس ماينس دي كده المساله. انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا عايز اخلي الدينومينيتور شبه بعض، يعني الدينومينيتور هنا 1 انا عايز اخليه باكس ماينس 2 اهو. اكس ماينس 2 اكس ماينس 2 دي تحت وطلعها فوق برضو واكتبها فوق برضو، عشان يبقى كل اللي هتعمله تحت يتعمل فوق في النمريتور، اللي هيتعمل في الدينومينيتور يتعمل فوق برضو في الدينومينيتور في النمريتور. يا اما لو مش عاجبك انت الكلام ده خلاص اعمل كروس ما تبريكش، ما فيش اي مشكله خالص. ده معاك وده معاك، اللي هو ايه دي اصلا اوفر 1، نعمل دي كروس اكس ملتي بلاي اكس ماينس 2 بلس اكس باي 1 باكس، ودول نعملهم تايم اكس ماينس 2. نفك دي يلا، هيبقى اكس باي اكس يديني اكس باور 2، اكس باي 2 بنيجاتيف 2 اكس بلس الاكس اوفر اكس ماينس 2. نيجاتيف 2 اكس مع الاكس يطلع لك بنيجاتيف اكس، يبقى اكس باور 2 ماينس الاكس اوفر اكس ماينس 2. هناخد الاكس كومن فاكتور، هيتفضل لي اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 2. انا كده ظبطت المساله، انا كده ظبطت المساله. يبقى اقول بقى الان انا عايز بقى الدومين، اطلع الدومين find n power negative 1 x in the simplest form showing the domain of n power negative 1. ماشي، اقول له ذا دومين هيكون equals real difference اللي فوق واللي تحت الزيرو، نيجاتيف 1 هتكون بوزيتيف 1، نيجاتيف 2 هتكون بوزيتيف 2. ده الدومين. يبقى انا اقول له هنا بقى ان باور نيجاتيف 1 اقلب دولت اكس ماينس 2 اوفر اكس واكس ماينس 1 ليها هنا سمبليفاي، لا تفضل زي ما هي كده، في حاجه تتكنسل مع الثانيه؟ لا، وبس كده وبس كده.